وما هذه الفرص فرصدا سمحيهين معلومات كاسمحيهين عمل الله سمحيهين قرآن كي وإن برا يحديث كرسولك صلى الله عليه وسلم وقهرين وحا وإن برا يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا إن قد بشر الله إن وضه وحبي إن بد بتها جن مرك وحيابها إن دبتها جن أوير كإن وقى وقت جن الآفنة يا إن إنه إسكو جانو إنه كدق دقنو عملك وقدر يرينه عقبتها شراء عملك عقبت كأجاه كدوية مرك إن إنه كا وحى إسق الله ترتنو إنه جانو وحيابها عقبتها تدبر رماد بنبي وشجع صلى الله عليه وسلم وتدبر بلايو تدبر بلاي أنت أنا إذا كوه بسنة عمرك كفى إذا استبول لي تدبر أنا رماد هذا كقول عام فرصة دي عمرك أتكفى إذا سلنا إذا ويا رانيس محيين تدبر هذا بادروا بالأعمال السبعة عملك أنت أنا تدبر أنا رماد إذا هلين بتصدق كدة ذال بنبي يقول أوكي دكت كوه الرياوي حوية فقرا منسيا وفقرك إلا وسيع عملك يا عبادة ذا ضد ميانا ذا رقم مركات تلاذا والمحاد عبادة يسمو إيدي كورانا يا عرورتي وحيعوني لا ينبانا هينو انت صابان وعرر يا محان عبادة يستاء إبليس كيبا حقاك صوغلي أو غينا مطغيا كدك دك أبو الليو كد ذالق قاني نمو يما القبان نمو إذن كبريسه مالكو مربو بلايا نغضع مركو الدين تإلهي يا آخرة إلا وسيا قفك مالك أدلا دوا مصيبة إنه كل عفا كرة مركو أنا يرتها عدة إسكحة جسد كبر كمالك يكون هذا نغضى إلهي وحكدك دكتان أنت أنا عملك يا عمرك إذن لافنين مرضا مفسدا عذر كآفية وعبادة ذا كذا معان كذا كرافية وهذا ركتود ده قفك حنون صنعي التاهي أحمد ضيسن معبادة ولا لميس وكل ذي وحيس يسكر ذي يسداف عبادة ذو الدائرانت يعافماتك يحوقي معان كل هذا وها أفراد وهرما مفندة قيري قبو كأساس قية وكركو تخنطقية وعقل قاقي يعافمات قاقي حماية كان كدك دقا أو موت المجهزة أما قيري كتباب الشيس تاني قيري ذو يمنن نلوش كفايدة أو الدجال فشر غائب ينتظر قيري ذي يقبه وقاح صرع عقال كتان شامية أو حلال دقال لما ينن كفايدة يستنى عمرك قال نوح هو الدجال عور مروال بان الدجال عور باه اسكبضا ميلبضا كوصو مرأي وعمل كي عبادة دقال دقال لما ينن وحي انو اركينا ما انتلبو فينا يبلايوينا وحالا انو مشغولين يا انو اللعابدنو و انو اضامر لبو نغنو وحو نبي قرعي او الساعة والساعة توادها وامر اما قيامة انتا قيامة دو يمنين تدبضا الرماد وبلايوين كنو قن كرا قفك وعمري قرافين كرا انو كفا اذا يستو كد ذالبو نبي قرعي كدك دقا وكنبرا روغا مرك لنا نبي نبي واني صلى الله عليه وسلم إن كواننا يا استجكم كابنا لما أنتم بين الله الله يا نبي وصل إنه قف إذا استنى إنه فرصة لها ينعمون كإله ونسي شن نعمة أنت آهي ستان أنا إذا دافين كف إذا استبو النبي إيشان تعرف ماذا إذا دافين يا أنا يمنين شن تأسوام حي شبابك قبل هرمك لن يرى لماذا هذا قفي وكفى إذا استنتان قبل كويما ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب نكي قبي يوحو لها عرض وحي قصما يستي أنو ورمي يد أيران تما مال ليس علي قف قبل آدم كا عمر قيس أنت أقال سوي وقت قاول لن يرى ذي 40 كوحا كهوسي كسوكي وصحتك قبل سقمك عافماتك كفى إذا يستقف يو انت أنا بكون عافماتك نعموينك إلى هاي بحيو واوين وغناك قبل فقرك مالك إيا حول هذا يستكفى إذا يستقف أنت فرمرنان بحين وفراغك قبل شغلك انت أنا مشغول
جانسك هي فراقيك عن بنانان تلاذا كفايديس وحياتك قبل موتك انت انا لمن نرش كفايدي ابو النبي الله صلى الله عليه وسلم ذاتك اللي ذا نودتك تلوين كاقات عمرك كم عاشية إلهي نوحي نوت المامي سبحانه وتعالى قفك بني آدم كامرك فرصة هان اسكد يعو حكا صهر ايون ورور وحكا صهر ايون مرغو يقوم أمه قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت إله يرعى لبولا يدوية ديقو علي بل أن صوصا مايو عمل كي أن طيعي وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وحبحي أبو إلهي لنتان قيردو ديني من أقفك وأنا ورنين إله وعلي إيك هذه أن صدق صبحي وأن كقرسي إلهي سبحانه وتعالى مركو أمانا أولي ديس أنبيادو أي هرموت كيه وحكو أمانا إن أي فرصة عمرك كفائدة إنشرين أو ترتن كأي لغو جرا حق خير كأي أبديين أو ديريين مركو إلهي أنبيا ديس أمانا يوحو لي أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أنبيا دا أنسو أمانا وحلو وحي خيرا أي أو ديرين شرين يغانا أبديين haddii aynu fursada cimriga ka faa'ideysano waxaynu la dhararsan karnaa oo khayrka la dhigi karnaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam saxaabadii la noolaa ayaynu sidoodii waaganayna jannadana waa la galeyna isku liisna waynu noqonayna ay isku jamaac wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum radiyallahu anhum wa a'adda lahum radiyallahu anhum wa radu anhu وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أصحاب تبو لهيه هرهيه خير كوديريه هرهيه كو إسلام كنت أوسو هرهيه ترتن كنروشنا كبديه مهاجرين تي رير مكا إيو أنصار تي رير مدينة كوبنا إيو دادك سمكو راعي بو لهيه هل كاسينو كسو قلينا إيو دادك إيقونا ترتن كالقايب قلين نروشا إلهي با كرالي نوضي كسيغونا رالي نغدين جنو ينبو لهاي قينايا واني كوارايا تسانا قوشي الليبانتا وحي انو عمرقا كغفا إذا سنينا بزيادة الإيمان وارنت الله بعدين انو إيمانكا كردينو إيمانكو كبعايا وكردا وانو دين مكرا ولاوع مكرا وحكو كردا عمل هذا وناكسن وحكو ناقصا معصية دي الدنبية رسولكم الحسين صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعرة دورية الضوات قيبوض وهي إيمانكم أما هو دورية لحدا قيبوض وحأصر هي قول لا إله إلا الله توحيدك وإمادة لذا عن الطريق توحيدك أصر هي هي الطريقة صلى الله النظيف فيها وحدتك الربا يلقى قاضه وحينو كقفة إذا سنين عمرك عمل الله ورسولك التلمامين أنها تكفر الذنوب دم بيجينو لهاي كل رافيو لين عنا وقت كده دارس كيد بعد جايس لين عنا شركة كده مينيس سداسي كو آيات كو كبعيس وحنا مركز والنبي يقول نبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا تنبت الكبائر جمعة إلى جمعة كلا صلاة الصلاة صلاة رمضان أنت كده حيسة إلى هاي وح كل رافا دم بيجين عاي marka jumcadii hore wixii dambi ahaa ka dambeeyay tan ilaahay naga dhaafaya waqfka tii labadii jumcad tukaday salaadii hore iyo salaada inta ka dhaxaysa ayaa ilaahay dambi ku dhaafaya waqfkii la salaadaha isku xiriiri dambiyada waaweyn hadii laga dheeraado iyagana waa toobay kaaga xiray toobadana waynu badanina astaghfirullah wa atubu ilay maal walba boqol jeer fursada umriga waxaynu kaga faa'ideysanayna inaynu raad raadina amalba amalka uu ka fadli badan شيطانك وحيابو إنك لا تقلما وحكم ذا أفضل الأعمال دوقفك كري وايو عملك فضلك بضنب كري حياسيك لك فضل بضنب ودعه صحابة دون رضوان الله عليهم سؤاله ذو وحيو بضنائين عمل محاء فضل بضنائين يعني كد دارا أبي ذرب النبي قوحي ويدية الأعمال أي الأعمال أفضل يا رسول الله رسولك إلهي وعمل لذا محاء فضل بضن أقد هلكو كقبن أيو way wadariqo qofku cimriga ku kala jiidayo la barayo rasuulku waxa uu leeyahay al iimaanu billahi wal jihad fi sabilillah
إلهي والله رميه سبحانه وتعالى سي صحة إيا جهاد كولا قالوا قفكو نفيا مال بو بحيو محاكو كوحيقا مركا الله إياقا حقا أضومها حرين تولا مركا الرسول كوحيو أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا أضومك وقو قال السنة وقو لعق بضان مركا وقفكو حرين ووقتك أدومو جرين أيا إياذنا وقو فضل بضان محاكو سيحيقا رسول كوحولي صلى الله عليه وسلم تعين صانعا وتصنع لأخرق وحاد مركا أنا ساعدة ساقفك وحشقين يا فرسما يقانك وحقب سنية قفك وحقب سنية ساعدة أما إتالك الدرانين وحبا ترانسان كرين معنى ذو حوى يدناها قودية بلشادة ساعدة بلشادة باهم بضو حلقة بنايس ووحاد ذو كفا إذي سنية ساددك الضعيف نمدود dadka daciifnimadooda hadii aad kabto oo aanad kala ridin waad ka macaashay adaa ka macaashay siyaabaha looga faa'iideysanayo waxa kamida inaynu ogaano deeqda Ilaahay uu ina siiyay ee jirkeena la xidhiidha xubnaheen waa 360 sida uu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam 63 mifsal 360 ka xubnooda jirkeena uu ka kooban yahay midna warshada inuu leenay muu soo saaray midna adigu ma samaysan ilaahay baa ku wada siiyay ayaan darada kugu dhacayso adiga arkay marka had iyo jeer xubnaha mid weeydo iyo warwark marka xubnaha mid walba sadaqa ku baxdo mid waliba waxa uu leeyahay sadaqa laga bixiyo taasoo aynu ka bixinana cimrigaynu kaga macaashayna rasuulku waxa uu sallallahu alayhi wa sallam inna allaha khalaqa kulla insanin ala 63 mifsal faman kabbara allaha wahda وحمد الله وهلل وسبح واستغفر الله سيد الله قبحنا يسدق هذا وحوي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله أذكرت أستاذ وردي قبضين سبحانك ويالي ما حيدي بيكو قوهايس إن هذا وردي قاعدوا بضي استقف ولبوه قرانا يا صدقوين كوذوا كواسوي يا وناك وذفرتي يا حمان توددك وديدو iyad dariiqo aad nadiifisay buu nabi kulay sallallahu alayhi wa sallam waxa lixaad oo aynu kaga faa'iideysanayna cimriga dayacmaya aynu kaga macaashaynaayo daliilkeena baraya kullay meel baynu ku warwareegayna dalashin kullay meel baad ku warwareegaysaa qof walba meel uu ku wareegaa buu leey qaar ma fursh bay ku wareegaan qaarna meheraday ku warwareegaan qaar kalena maqaaxiday ku wareegaan inagu masjidkeenu ku wareegayna maxaa ka wanaagsan wareegaagu waa inuu ku bataa masjidka intuu meelaha kale ku badan lahaa waa dariiqooyinka looga macaasha cimriga xadiis saxiixayn ka ku sugan min xadiis Abi Hurayra nabigu wuxuu yiri man qada ila al masjid aw rah a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw rah qofka masajidka ku sii socda ee ka soo socda ee ku caraabaya ee ku kalahaya noqnoqodka ku jira mar walow hawsha fuliyaba dhaqaaqa ilaahayna boos buuga uga diyaarinaya jannada boosaskiisu intay noqonaya meelaha aad jannada xarumaha aad ka degaysay mumtalakaadka iyo meelaha aad ku yeelanaysaa waxay ku xidhan yihiin intaad masaajidka u sii socoto iyo intaad ka soo socoto waa meel horu socod baad ku jirtaa qofka kale dib u socod buu ku jiraa siyaabaha aynu cimriga uga faa'iideynayna waxaa ka mid ah danaheena gaarka waa wadayna oo aan nafciga qaasirka dheefta adiga kugu kooban wa kadalika nafcul mutaaddi dheeftan waa inay dadka gaadhay gudubtaa marka danaha guuda bulshada loo qabanayo inuu ka qayb qaadanayna oo waqtigaaga waa inaad tilahaadaa maxaan ummada ku taraa biyaha la waraabinayo dariiqyada loo dhisayo jidadka loo nadiifinayo waxyaabaha soo dhamina waxay ka mid yihiin waxyaabaha aan cimriga kaga faa'iideysanayn sidoo nabigu nabaray sallallahu alayhi wa sallam hadithkii saxiixayn ku sugnaa nabigu waxa uu nin baa wuxuu arkay ay aad u haraadan oo carabka laalaadinayo ciidda cunaya waa waraabi fa shakara allahu lahu fa ghafara lahu riwaaya kale fa adkhalahu aljanna ilahi baa u mahadnaqay wuu dambi dhaafay jannadu geli hadda waa xayawaan waa ay kaaynu isku cayno maxaad u malaynaysaa xayawaankii haraadana ee abaaruhu ay helayeen iyo insaankii karaamada lahaa waa ka nabigu lahaa wa fii kulli kabdati radba aw wa fii kulli kabdin radba beer kasta oo qoyan oo aad waraabisood raadka ka biisa ajrigaas u ka helaya qof
حديث كلا صحيحين كسوغا النبي وحول بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على طريق فأخره فشكر الله له فغفر له نبا وحو صامر وضاء قضى حتى الله أمر ريك الله الله ضيدتك حقنيس وكتشر إلهي وأم هاد نقاي إلهي ويناب أم هاد نقاي إلهي بقى الدنبقي كلاف مركار انت أثناء وحيت المامي ساسيابا عمري قال لغم معاشا وحكم إذا وما دور دافتر لقول الدلاله ربكنا لقد القاضي وحكم إذا طهارة إن كد ذاله إن إسباغ الوضوء على المكاره سيد رسولك حسين صلى الله عليه وسلم قفك مسلم كما قف نجسة وقف نظيفة ديغان كاقد نظيف نيسا قريقاقا دركاقا چركاقا وقت والبوي سقبا وميري قبا سيابها إن عمري قوغم عاش إنه وحكم إذا وحكا استوء أجري لقوشة إنه ينافضة يتسنين وأتكو كريسا وكو كبايا رسول كوحولي صلى الله عليه وسلم حديث كي استحيح البخاري كسونا 40 خصلة أفرتن الرماد وعمرق اللقو كبا وأجري اللقه يلا أعلاها منيحة العنز وحا أسر ريسا نيفك الرذاء هو الله إسمال سيو ودقن كان ميقوحها إنه وحبا ذنبين دا عربت كشبها نادو مركا وحي يقو سودقي ومدو وكو سودقي وحايد ومدحول نقطاه marka neefka la ismaal siiyo xoolaha adiga jeer reer miyiga waxay raan reer hebel waa baahan yihiin neef la siiyo ay soo maalaan oo hadhowto markuu neefkaasi guran ilmaha yarna ama maqashana waxa la hadhay qofkii la maal siiyo oo caani qaadanay neefka weyn uu soo celinaya taas oo sarreysa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waa bulshadii baahnayd oo la kabay maxaa la mid ah inaga reer magaalka hadda tirada deema oran karay sida anigu mabal yahay xoolaan dadka maal siiyo waa leedahay xoolaha mid ka wanaagsan baad leedahay xoogaa lacag un baas kareeyo dadka ugu talagal marka taay maal qabeen inaad amaahiso oo intaa soo qof intaa amaahi lafaha soo celiya intaana ku shaqeyso lix bilood sii sanad sii waa maal sida lacagta loo maalo weeye halkaad adigu kaga shaqeysan lahayd ayaa waxaad bixinaysaa alqardu alxasan man dha aladii yuqridu allaha qardan xasana amaahdaasaa la soo maalaya dabeetana waa la soo celinaya laba jeer haddaad amaahiso waxay u dhigantaa buu nabigu adoo siiyo kale siyaabahaynu cumriga uga macaashayno aad iyo aad bay u badan yihiin kuwaasaa ka mid a fursad walaalayaal waynu haysanaa fursado kala duwan oo sharciguna si aad inoo baree waxa dhibku ka taagan yahay ibliis iyo ehelkiisa inaga horjeeda mar alla markaad u dhaqaaqdo wax kastoo khayr leh waxaad arkaysaa in wax garbaha ku hayaan iyo gacmaha oo lagu soo celinayo marka in lagu helay oo lagu muday waa inaad garataay oo aad isfurfurtaad isfurdaamisaa ood ilaahay ka magan gashaa subxaana wa tacaala go-aan iyo casiimo adagnaad yeelataa khayrka aad u barnaamujaysa noloshu waa inay yeelataa xayaatadaad waa inay noqotaa xayaata mubarmaja nolol habaysa noloshan aynu ka baxna cashwaayiga ee qofku uu soconayo uun ee wixii u qorshaysnaa wax badan uu kala ilaawayo noloshu waa inay yeelataa waqti kala habaysan waqtigaa waxaa qabo waqtigaa waxaa qabo sidaasaad ku hirgelin karaysa marka gooraynu gaadhi warkama hayno cimrigeennu inta uu yahay ilaah unbaa ogsan subxaana wa tacaala idan waxa kaliyahay nala gudbani waa inta aynu nicmada cumriga haysanay inaynu ka faa'iidaysano aanay inaga lumin allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaadila baadilan warzuqna ijtinaaba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة